السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. تويت انا اسالك سؤالين يا شيخ. تفضل. ما رايك في الاستماع لفضيله الشيخ محمد سعيد وستان؟ اذا كان يعلم الناس قال الله قال رسوله، استمع لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يجري الان تسجيل هذه المكالمه. يعني اذا بس انت لست بامين، انت لست بامين. تعرف لماذا لست بامين؟ ايه، انت لست بامين. تعرف لماذا؟ لا انا عشان تعرف لماذا لست بامين يعني احتفظ بيها بس.